ممكن ابقى تاجر مخدرات. يعني بالنسبة لي الشخصية مش عشان انا عايز ابقى تاجر مخدرات، لا، بس عشان الشخصية بتاعت المعلم هدوء فيلم ارض الخوف. انا اهلا واضح عابد عنيمي. اغرب موقف حصل ليا مع معجب من المعجبين كان مع واحدة وباباها وفي اسكندرية. يعني هي كانت مفاجأة قوي انها شافتني، كان اكيد بعد دور شر عملته، فهو شدها كده من ايديها بعصبية وما خلاش تسلم عليا. اكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي انه انا نزلت البحر بالليل في مكان معرفوش، و يعني كان في احساس كده بالخوف، بس في نفس الوقت كنت حاسس ان انا مستمتع. اكتر موقف لطيف حصل لي في تصوير انه انا كنت بصور في معرض سيارات، وكنت بصور في مكتب صاحب المعرض، وواضح انه في مشكلة حصلت، فصاحب المعرض ده ما كانش عايزنا نصور، فدخل في الشوتنج، يعني دخل واحنا بنصور ومعاه كلب، ودخل علي انا لانه انا اللي قاعد مكانه على المكتب، فهو يعني عايز يطرد الناس من التصوير، فهو داخل مكتبه. يعني الموقف كان غريب ان هو داخل مكتبه يقوم اللي قاعد على مكتبه يمشيه، وانا كنت بمثل في قلب المشهد، يعني احنا كنا دايرين بنصور، فدخل علي واحد بكلب عاوز يقومني من مكاني ويطردني، فده كان موقف غريب شوية. سهل ابكي، يعني سهل ابكي، بس مش سهل ان انا ابكي في التمثيل. يعني في الحياة لو بتفرج على فيلم او مسلسل سهل ان انا ابكي، لكن في التمثيل بحاول ان انا اخلي البكا ده يعني اخر احتمال وارد. يعني مش بحب ان انا اعبر عن مشاعر الشخصية باستسهال العياط بس، يعني او بانه انا بدمع وانا بأدي اللاينز. اغرب عادة عندي بنام وانا سايق. دي فعلا اغرب عادة، يعني اغرب عادة، بس الحمد لله بحاول مؤخرا ان انا ابطلها، بس انا فعلا كنت يعني بعملها عن قصد، يعني لو بقرر ايه المسافة اللي ما بيني وما بين اللي قدامي. طب انا لما كنت تعبان بقى وراجع من تصوير انا هنا، يعني بعمل كده عن قصد، كنت بعمل كده عن قصد، ودايما بتفاجئ كده بكلوز لحادثة، اللي هو انت داخل هتعمل حادثة دلوقتي حالا بصحى قبلها. فحاولت ان انا اشتغل ان انا ابطل العادة دي، بس كانت عادة لفترة طويلة، كنت بحب انام وانا سايق. المهنة الغير مشروعة اللي ممكن اعمل بيها لو مفيش قانون في بلدي، ممكن ابقى تاجر مخدرات. يعني بالنسبة لي الشخصية مش عشان انا عايز ابقى تاجر مخدرات، لا، بس عشان الشخصية بتاعت المعلم هدوء فيلم ارض الخوف. انا بحس ان الشخصية دي اسطورية وايقونية، فانا لو مفيش قانون هبقى المعلم هدوء. يعني بقيت غير مرئي، مش هعمل حاجة بقى مش مشروعة، خلاص احنا عملنا المش مشروع، فنعمل حاجة بقى ايه، نعمل حاجة خير. يعني هعمل خير، يعني ممكن ألعب ألعاب سحرية للأطفال، يعني أروح مكان فيه أطفال وأقعد أعمل لهم ألعاب سحرية يتبسطوا بيها. شكرا واضح.